السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني، كلشي مزيان. اليوم ام رشيده غادي توريكم الطريقه ديال اللحم كيف كدير. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه. غبرنا عليكم شويه. غبرتي غبرتي ماشي غبرتي 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 على مامي نيت غبر نيت البنات. مي دارت البصله في الطنجره ياك امي؟ كي قلت لكم البنات دابا مي دارت البصله هي الاولى ياك امي. الطريقه ديال الطياب ديال اللحم تفرش لي البصله هي الاولى. تفرش البصله هي الاولى، هذا العطريه هي الفوقانيه. مره كنخلطوا العطريه وعاد المرمدوه نديروه، مره كتتفو اللحم وتخوفق منه العطريه. الصغير بوحده والكبير بوحده. ما هذا اللحم ديال الضروبه البنات. انا راه جيت لقيتهم ساله والبسطيله وقادوها، تعطلت عليهم ما كنتش. دابا يلاه جيت فين اليوم اللحم، ولكن البسطيله غادي نوريها لكم ان شاء الله مني غادي توجد هي واللحم، غادي نوريكم كلشي. هذا شنو هو؟ مسبوع طهاره عرس شنو؟ خطبة كبيرة فيها عرس وخطبة. خطبة ايه والله يكمل بخير وعلى خير، يكمل على البنيات كاملين يا ربي امين. بسم الله. مي دايره سكنجبير دار خلق المعرب. وهذاك شناهو؟ سيبيسة وقعقلة. سيبيسة وقعقلة هادو غيكونو جوج طناجر. دابا غتقسمي ناجر مازال البنات اللحم. طنجرة ديال اللحم ديال اللينيو وطنجرة ديال شحال غديري من الخرقوم ديال السنسلة؟ شحال غديري من وحدة تقريبا؟ تقريبا هاكا من عندك درنا ربعة الخرقومات. درت ربعة الخرقومات وتم الزعفران. شحال درتي من وحده؟ 10. دارت 10 ديال الزعفران ومازال باقي ليا زعفران شعره. توا باقي الزعفران شعره. شوف الزهر هو باقي. الثومه هاي الثومه هاي البزار. امي البزار البزار قويش كاين اللي ما يبغيش حار. كديرو شويه شويه. تبارك الله ما نشوف شحال ديال الثومه. الثومه حكيتها ما قويه، ما درتش سميتو، ما طحنتهاش في المايونيز. ما طحنتيهاش يا ما فطحنيها. لا تعطلت عليا ما غاداش تبان. انا حكيتها ماشي مشكل. كيعاد ندير الربطه ديال القزبر. وديري له شويه الماء. ندير شويه البنات. دابا مي دارت اللحم هنا جا كثير في الطنجره، وباقي ليها هذا البانيو هذا غادا ديرو في طنجره اخرى صغر من هذه، باش قالت لك اللحم يلقى فين يطيب، فين يلقى حقو في الطياب. وانتوما معنا البنات. دابا البنات كي كتشوفوا ها هي امي قسمات على جوج، عاود هنا ثاني غدير اللحم. امي غادي ترديه وغتخليه يطيب وغتزيد البصله ياك. نزيد البصله اللي بغى يقردها يقردها، اللي بغى يديرها اكلها. صافي وكيبقى حتى كيطيب كيتختخ على خاطره. كيتختخ ملي تختخ ملي يطيب نطحنوا اللوز. طحنوه مزيان ونديروه فوق من فوق من اللحم. سمعوا البنات هذه راه سر من الاسرار الطباخات الكبار. كيخطر كيخطر قالت لك الدغميره ديال اللحم. اللوز جلدته اللوز كطحني. امي خضر اللوز خضر اللوز خضر بحال كتاكليه وطحنيه. يلا سمعوا قالت لك اللوز خضر كطحنيه وكترميه في اللحم وكيتخليه كيتختخ اللحم كيجي واعر كيجي زوين. ودابا البنات نفس المقادير اللي دارت امي هنا في الطنجره غديرهم حتى في هاد الطنجره الصغيره. غدير الثومه والملحه والبزار سكنجبير قعقلة سلسه والزعفران شعره والزعفران ديال داما والخرقوم سلسله. ياك امي حفظت كلشي؟ حفظتي انا مابقى لك والو. طيب ولي نمشي نعاونك اختي. باز ليكم الله يعطيكم الصحه وصافي. باز ليكم تماره هادشي.
حاجه ما ساهله بنيتي، ولا ساهلش الطياب واعر الطياب يطيبوها لليات طيبوها شكون وشكون الصراحه، ماشي يجيو طيب واحد الكميه اللي هي كبيره ما ساهلاش صاحبي. بحالنا حنا كيلو ديال الحمض غير تغلبي عليه، هادي راه امي قالت تبارك الله راه كاين اللحم بزاف، قالت حكايات قالت لي هنا راه شويه راه قليل راه كنطيبو كثر منك. ها 100 الفوق 100 كيلو الفوق 100 كيلو الفوق تبارك الله. دابا البنات كي كتشوفوا هنا امي قالت لك غتزيد شويه البصله، هنا كاينه البصله صافي غتردهم يطيبوا، وحتى الاخر ان شاء الله وغادي نوريكم اشنو كاين. وهنا البنات قطعت الصوت حيت لحقت على امي، وكتعرفوا الخطبه والصداع والغوات، ويعني من المستحيل تسمعونا ولا تسمعوا صوت امي. وهادشي اللي كاين البنات لحقت هنا عليهم ولقيتهم وجدوا كل شيء، وجدوا تبارك الله اللحم، وجدوا السفه البسطيله حتى هي لقيتها موجوده، قادوها وصايبوا كل شيء. الله يعطيهم الصحه، الله يعطي الصحه لامي، والله يعطي الصحه لخالتي. ايوا هادشي اللي كاين، شوفوا البنات اللحم تبارك الله ما نقولش لكم كيفاش طاب، طاب من داك الشيء الرفيع. ايوا هنايا قادو السربيه، قادو الديسير حتى الخطبه دايرين هالناس على برا. وشوفوا تبارك الله اللحم البنات كي قلت لكم امي دابا راه دارت فيه اللوز مطحون بالقشور ديالهم، الوصفه اللي كنت قلت لكم في الاول في التحضيرات، قالت لكم امي رشيده ديروا اللوز خضر مطحون مع القشور ديالو فاش يطيب اللحم ديروه، راه كيعطي واحد المذاق البنات اللي هو رائع بزاف. وضختو الصراحه كيجي بنين، بدنا ديال اللوز مع اللحم كتجي ما نعاودش لكم، يا سلام. هنا امي كتهز في الروه وكتخلط باش هذاك اللوز يهبط لتحت مع اللحم وتلق واحد المذاق. وهنا البنات ها هي البسطيله ديال الدجاج موجوده كتشوفوا، دهنوه بالعسل واللوز فيلي وبيض السمان بريوات اللوز الوسط الورد. هنا راه كاين تبارك الله شي 12 بسطيله اللي كاينه ما شاء الله، جات غزاله البسطيله البنات. وهذه التفويره الاخره ديال السفه ديال السميده، دارت لها امي التفويره الاخره اللي عليها غتحط، دارت فيها الزبده والعسل ونيس لي، ما دارتش فيها كاع السكر كلاصي نهائيا، كتجي رطبه البنات كتجي شي رطبه رطبه كتذوب في الفم كتجي غزاله. وتما كانت خالتي كتصايب في السفه في مولات صغيورين، كتحطها السفه بريستيج فوق الطبسيل ديال اللحم كتجي عاطيه واحد المنظر زوين. والبنات انا فاش كانوا كيحطوا راه دوخوني صافي، راه بداو كيزربوا مع البسطيله دفعوها وغيدفعوا اللحم، تخربقت وليت تابع امي ما بقيت فاهمه والو، كنشوفها هي وصاحبتها كيتجاراو دخت ما بقيت فهمت حتى حاجه، ما بقيتش عرفت حتى كيفاش نصور لكم البنات. سمحوا لي على هاد الصور ديال الاخر، ما صافي ما بقيتش ركزت، اهرو دغيا سربي وحيدو دفعوا البسطيله اهرو اللحم ما بقيتش ركزت. وكنتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ومازال ماما رشيده غتشارككم السفه ديال السميده توريكم الطريقه من الاول حتى الاخر.